الله يبارككم. الله يبارككم. ضلوا قاعدين ان شاء الله. اهلين ابو حسين. اهلين ابو عصام. يا جماعه هيا ابو عصام ويا. نحن كنا متفقين بس خلص حكايه معتز انه نقعد ونحكي. شرف شيخي في عندك شيء تحكي؟ بسم الله. انا هلا ما رح ارجع احكي من اول وجديد السيره، بس بقول انه ابو عصام غلط انه ما شاورنا من اول حكايه معتز. اما قصة انه جوز من وحدة عوينية الله يرحمها، فهي القصة انا لا بدي احكي فيها ولا متمني حدا من العضوات يحكي فيها. نحن كلنا بنشهد لابو عصام بوطنيته وحبه لبلده ولأهل حارته. اما ملعوب الوراء وما وراء فإلا ما يجي يوم ونعرف هذا الشخص يلي عمل الفرتين كلها. الإنسان بيغلط وخير الخطائين عند الله التوابون، بس أنا بشوف إنه أبو عصام هو زعيم الحارة وكبيرها. أبو عصام أنت صهري ومعزتك كبيرة عندي، بس اللي عملته غلط كبير، ومو غلط واحد بس، ضليت تغلط وما تسمع لحدا، وآخرها أصريت إنك تجوز معتز وزعتر لسه دمه ما برد الله يرحمه. نحن من يوم يومنا نتشاور بكل شيء، بالصغيرة قبل الكبيرة، واللي بيصير بيناتنا واللي ما بيصير. وانت ما شاورتنا يا أبو عصام. شغلة معتز جابت عي كبير للحارة، حتى إنها وصلت إنه انقتل زلمة من شانها كان عايش بيناتنا ومأمن فينا. صحيح وطلع حرامي، هي بتحاسب فيها عند ربه، ما نحكي فيها. والحارة انخربت واحترقت مورا الحكاية. هبذكركن هلال ورا كل شي صار. أنا بدي أقول رأيي، أنت صهري وعلى عيني، بس بعد اللي صار ما لازم نضل كبير الحارة وزعيمها. أنا ما راح أحكي شي جديد. أبو عصام أنت غلطت، غلطت كتير وخبيت علينا شغلات ما كان لازم تخبيها. صحيح نحن وقفنا ضدك بس ما تركناك لحالك. من الآخر أنا منشور أخي أبو قاسم، ما لازم تضل كبير الحارة وزعيمها. خاطر بدك تقول شيء؟ إيه أنا مع عمي أبو عصام. كل قصة معتز واللي صار من وراها بالحارة أنا بحلها بيني وبين صهري. وأنت يا أبو حسن بدك تقول شيء؟ والله إيه بدي أقول. مشان زفت العقيد معتز وموتة زعتر، فأنا ما بزيد ولا كلمة فوق اللي قاله عمي أبو عصام. هون حفرنا وهون طمرنا. فالمعنى والقصد إنه أنا مع عمي أبو عصام على الحلوة والمرة. أبو قاسم في شيء بدك تقوله؟ لا خلص، الشور شور العضوات. بس ما سمعنا أبو عصام. شو بدي أحكي أنا أبو قاسم؟ حكي كثير وحكينا كثير سيدي. في عنا شغل كثير. وشو الشغل اللي عنا؟ هنشوف هلال. لازم نسمعه لهلال، هو لازم يحكي مو نحن. بعد اللي حكينا فيه ضل اخونا ابو عصام زعيم الحاره وكبير الرجال. الله يسلمك. ايه نعم، على خيرة الله والتوفيق ان شاء الله. سمعونا الفاتحه. بسم الله على خير. انت من اهله. يلا السلام عليكم. شو قاسم؟ عليكم السلام. صافير. كنت لي لك بظافر، والله ما كان بدك الا العين، والله. عن شو عم تحكي؟ انت مالك عرفان عن شو عم بحكي هلا؟ لا مالي عرفان. عينك بعيني يا ابو صفير. مثل ما بدك. شوف انا ما رح اقول لك شو بقصد بكلامي، انت لحالك حتفهم شو بقصد بكلامي. انما ما كان بدك الا عينك ابو صفير، والله ما كان بدك. كنت اعطيني خبر، قلت لي كنا قعدنا انا وياك وين ما بدك بالمضافه، عندي عندك بالبيت. وشو ما بدك بيحضر وشو ما بدك بيجهز واللي بدك اياه بيصير.
افتح لي قلبك وافتح لك قلبي. شو ما كان بدك، بدك الزعامه كنت خدها وخلصنا، الله وكيلك كنا خلصنا. سامحني على الكلمتين، تصبح على خير. كل شي فعيت وتعبت مشانه يا ابو صافير ضاع. لا وقفلت القصه كلمتين عم ينقطوا سم، ومن مين؟ من ابو عصام. يا حيف. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما له اي اثر يا ابي؟ دورت عليه منيح؟ دورت يا عبي، ينباع بالعزا، كل يوم بدي روح دور عليه. معك حق يا عبي، معك حق. روح ريح، الله يعطيك العافية. أمرك يا عبي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالك والله مشان تطلعي حلوة أنت. أيوة هيك، خليكي هيك يا فرقورة. ليه معلم زافر؟ شلونك قاعد؟ الحمد لله. انت ليش ما بتجي بتزورني هون بالغرفة؟ مو نحنا منشتغل سوا؟ ايه والله معك حق، معك حق. انت دائما بتقلي معك حق، معك حق، وبتروح على سوق الغنم لا بتجيب لي معك لا فستق ولا بزر ولا مال ضمينة. تكرم قاعود، لعيونك أحلى كيلو فستق وحلبي كمان. مين قالك تروح أنت؟ مين قالك تروح؟ أنا رحت من حالي. شو قالك كمان؟ قالي خلي معلمك يعلمك القصور. هو قالك هيك؟ إيه، وقالي كمان خلي معلمك ابو زافر يجوزك بنته. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. روم خلقتي، روم خلقتي. استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. والله قلبي مقهور عليه هالولد. ايه والله لا تشوفوا هيك طول عرض قاعود، هذا والله حرام اللي عم يصير فيه. فوق منه انت كمان، والله حرام عليك اللي عملته. عمي انا بدي رد على ابو ظافر. لك ابي حقك، والله حقك. ما حدا بيقول لك لا حقك، بس انا مسكين خطاي، والله خطاي. انت ما بتعرفه منيح، انا اللي بعرفه منيح. لك هلا مسكين بيروح يقول له ابو ظافر، ابو ظافر فوق بده يشرشحه. عمي انا ما فاتت براسي يجي واحد مثل قاعود يطلب ايد بنتي. هذا الزلمه عم بيتمقلس علينا، عم يستوطي حيطنا، لك عم يمسح الارض بكرامتنا. شو اعمل يعني؟ انا شو اعمل؟ انا كنت دروش شرحه هلا لابو ظافر، بس قلت لحالي بيجوا بحكي لك. عملت منيح لك عمي انك ما رحت هيك، لا تروح، لا تشغل شيء من كونك، الله يرضى عليك. هي على كبيره، صحيح قاعود درويش بس على كبيره، وانا بدي احكي بالقصه. انا خذها مني وحياتك، خذها مني ولا تشاورين. انا بحكي بس مو هلا، اترك لي اياها. انا ما بعرف اذا شفت ابو ظافر بالحاره شو ممكن ساوي. بنتي عمي هي بنتي، هذا الزلمه ما صفي عنده ناموس. وكل الله ابصري هيدا اني واشهار بعملها. لا تفوت بهالباب، الله يرضى عليك. لك هذا قاعود خالص يعني ما بيعرف يفكر لك ابي. اترك علي خلص، انا رح اتصرف. انا اخذها مني عم اقول لك خلص باب سليم، ولو اترك لي اياها وحياه عينك لتاخذ حقك وحق بنتك من عيوني التنتين. امرك عمي، امرك. يلا يرضى عليك. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. بشرنا أبو شوكت، بشرنا. والله
الله ما بعت لنا جوكات، بعت لنا ثلاث بنات مثل الياسمين. ألف الحمد لله كبي، ألف الحمد لله. مبروك أبو شوكات، مبروك. الله يبارك فيك يا صار، الله يبارك فيك. أوعك تزعل ها، أوعك يخطر ببالك حتى تزعل. هي حكمة الله لك أبي، حكمة الله. أعوذ بالله يا أبي، أعوذ بالله. هي إرادة رب العالمين. أيوه، ونعم بالله. يلا أنا السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله، مو تنسى مثل ما وصيتك ها أبو سليم. أمرك عمي أمرك. يلا يرضى عليك. الله يرضى عليكم أبي. عمي زيكي قول بريدي، شوف لك شي تبيحة هيك بركي. ايه يا بي، ايه يا بي، ايه الله يرضى عليك. بس يا بي انا كنت نادر ثلاث خواريف واعمل عيقة لكل بنت. ايه انت اعطيتني حق خروف وايان خروفين يا بي. ها ايه على عيني ورأسي، على عيني ورأسي. زيك زيك الله يخلينا اياك. خد خروف رابع ابي البحو اسمه بالنص بالمدخ. ايه امرك يا قلنا منو لابو الله نخدمك.